تريحها ومعاها فلوس. ما تخيبش خيبة اخوك يا سوكا، ما تخيبش خيبة اخوك. انا مش زيك يا كبتاجي، وعمري ما هبقى زيك. بقول لك ايه، صوابعك مش زي بعضها. انا ياما اتمشى شويه، حاسس ان الدنيا كلها جايه على صدري. ربنا يهديك يا صاحبي. سلام. الواد سوكا بقى يتفرج على تركي كتير، الواد ضاع. اللهم صل على النبي، ده كاظم الساير في الحاره عندنا ده ولا مين؟ الواحد ياض يا كبداكي طلع ليه في القيافه ولا كان عارف، فجاه اكتشفت ان انا سكسي. اه ودي قلبتها دي من واحد ده ولا ايه يا طاعون؟ لا 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 لا، انت تعرف عني كده يا صاحبي؟ دي بدله الشغل. اصل اخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياض اللي سهلنا فيه اخر مره ساعه ما سبتنا ومشيت مع الوليه القرشانه. شغل شمال اه، بس شمال على نظافه، بالبدله والكرافته والشوكه والسكينه، تقلب الزبون اه، بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرونتو. لعبت وارتاحت يا طاعون، لعبت وارتاحت. طب ما تاخدنا يا عم على جناحك، ده اللي يطير لوحده يقع يا صاحبي. انا نازل بدري دلوقتي عشان مدير الصاله يفطمني على الشغل، اقول له شوف لك على شغلان. لا شغل مره واحده، انت خدمتك ليا ان انت تسهرني سهره في الكباري ده، وانا عارف سكه. يا قليل الادب، عينينا اعتبر الكباري كباريهك والطاعون طاعونك. جد انا بحبك، عيب اصحاب انا وانت ولا فاكرين الماضي لا مؤاخذه ولا اهبى انا بقى يا برنج. سلام. سلام يا هيمو. تعالي بص بقى اهو، كله حطيت له ورق وطبقته. شوفي بقى، انا عايزه منك حاجه مهمه. شوفي يا سندوستي، عايزاكي تعملي ايه بقى؟ جلاليب بيض وطرح بيض عشان النسوان اللي بتروح الحج بيبقوا عايزين يلبسوا كده. حاضر يا حبيبتي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب وبقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سعد ابني لما يجي اوعي تدخليه الا ما تغطي بتوع دي يا اختي. ها؟ ماشي، هغطيهم واتغطى انا. مساء الخير. انت مين يا ابني؟ ازيك يا امي؟ ايه؟ ايش، انا مقصودش اخدك، هي كل مره بتيجي كده. اهلا وسهلا. انا الانسه كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت، وقلت لها ان انا حاجه استناها هنا عندك في المكان. وتستناها هنا ليه؟ البيت بيتها والشقه شقتها، انا مالي. ايوه ما انا عارف. انا قلت يعني اجي ابارك لك على المشروع الجديد بتاعك، خصوصا يعني يوم الافتتاح كانت الدنيا زحمه جدا ومعرفتش ادخل لك. ليه، هو انت كنت موجود يوم الافتتاح؟ هعتبر نفسي مش ضابط مباحث وهصدق انك ما شفتنيش. لا انا فعلا ما شفتكش، وبعدين انت بتحقق معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا خالص، هو كل الموضوع يعني تقدري تعتبري نفسك انك مطلوبه امنيا، وانا بعتبر نفسي ضابط شاطر زي ما بيقولوا، وحاسس كده والله اعلم اني هعرف اوقعك. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. منور الدنيا كلها. انا قلت اجي لكم كده نقعد لوحدنا الاول عشان اشوف طلباتكم ايه. نورت بيه، احنا جايين علشان نقول كلمتين او رد غطاء. اتفضلوا تحت امركم. بص يا سعاده الباشا، الراجل سلومه صاحب البيت ده راجل واطي ياكل مال النبي. احنا جهزنا له الفلوس وتصرفنا له فيها، بس عايزين نديها له على ايد الحكومه. ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس انه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئه، الحكومه هي اللي تتصدر له مش احنا. بس انا شايف برضو ان احنا لازم نمشي الموضوع ودي، لان انتوا في الاول وفي الاخر جيران والشوكوا في وش بعض. عموما احنا هنقفل المحضر اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح، وهنحط تاريخ جديد لبدايه اعمال التنكيس، وده طبعا عشان تقرير الحي. وانا كده كده هعمل لكم محضر بالصلح، وهاخد لكم عليه تعهد بعدم التعرض. صح، عين العقل يا باشا. ايوه بالذات بقى يا باشا موضوع عدم التعرض ده. ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعه ما تقدم لها عشان يطلب ايدها وهي رفضته وقالت ما يلزمنيش، وهو شايل منها ومعبي، عايز ينتقم مننا كلنا كده. لا طبعا، وانا ما اقبلش ان اي حد يضايقكم او يتعدى عليكم، خصوصا يعني وانا موجود. ربنا يخليك لينا يا باشا وينصرك على مين يعديك. Remember this? Of course. Do you want to sell it? No, I want a similar one to make it them earrings. But this is very hard. It's impossible. How can we find a piece like this? I'm ready to pay any price. Okay, Mr. Marwan. I promise you I'll do my best. Thank you. Remember. Sure. Thank you. Welcome. Bye. بقول لك يا بنت،
في كيس ناقص من الحنه دي، شكلك ضربتي عليه. والله ما خدت حاجه يا اسطى. لا انا شاكه فيك، شعرك متحني من قدام كده ومسود. والله ما خدت حاجه. طب قوم اقلع لي الشرب ده وريني. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك ايه؟ عايزك بره كده في حاجه. يا عم خليك، يعني خلاص شايف الحليب مقطع بعضيها في قلب المحل. مالك؟ شكلك شايل طاجن ست. هاجر ما راحتش المستشفى، واخوها حابسها في البيت واخد تليفونها من ساعه اللي حصل في الفرح. ورحت الوليه اللي بتنظف معاها قالت لي برده ما جاتش ومش عارف اعمل ايه. طب معلش خليك وراها، هي بنت جدع. خليني ورا ايه بس؟ ما انا مش عارف عنها اي حاجه، خليها وراها ازاي بس؟ طب بقول لك ايه؟ تعرف عنوانها؟ اه عارف عنوانها. ماشي يلا بينا. هي على فين؟ مالكش دعوه انت بقى، انا احل لك ام المشكله دي. يلا. بقول لك يا بنت خلي بالك من المحل على ما اجي. خلي بالي ايه؟ مفيش زباين. بقول لك مش رايحه في حته. انا اسف. الانوثه مش بس لبس وشعر وميك اب، لا لا، الانوثه لايف ستايل، اتيتيود، يعني حاله، احساس. انت مش لازم تهتمي بانوثتك عشان الراجل بس، عشان جوزك او خطيبك، نو، عشان نفسك. الانوثه بتبان في المشيه، بتبان في الجست، في الحركه، بتبان في الحاجات دي. لازم ما تبقيش مكسوفه انك انثى، ربنا خلقك انثى، سو يو هاف تو بي براود طول الوقت. تبقي فخوره كده، حاسه ان كده انا مبسوطه ان انا انثى، حسي بانوثتك. الله ينور عليكي يا ابله، ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون. طب ما تسيبك من الدرس ده يا ابله، احنا مش تلامذه، ما ينفعش تبقى لنا الهدوم دي بالاسم. يا بنت انت وهي اختشوا على دمكم ودم اللي جابوكم. عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعوا؟ شحات عايز ياكل عيش فينو؟ اهو النبي يا ابله، ده احنا حتى غلابه وما معناش نحط قيمه فلوس في الشفتشه والمقطع والمباين. ده كل هنا ماشي كده بالقسط وشغالين زي الطلوقه. طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي وسيبونا افكر. ماشي سلام يا ابله. باي. امشي يا اختي امشي. الله 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 الله، اشي اخضر واشي احمر واشي اصفر، ده انا ولا في اشاره مرور. أنا والراجل ده عايزين نتدلع، ممكن تدلعينا يا مكنة؟ أنتوا عايزين مني أي حيوان أنت وهو، لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيب لكم البوليس وهحبسكم. نحبسينا؟ هو فين الحبس ده؟ ده احنا بنتمشى عليه مش لاقيينه. يا حمار أنت وهو، أنتوا عايزين منها إيه؟ يا سندس، إيه اللي جابك هنا؟ اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. فيها جمال إيه؟ مالهم بيك العيال الصياع دول؟ إيه اللي جابك هنا أنت هو يالا؟ يا كوريا، الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الأدب. نعم نعم نعم، بتقول إيه يا حيلتها؟ هو ايضا انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط، ده انتوا وعد ابوكم هباب.